أسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في أعمالنا جميعا وجمع أوقات حتى نشهد هذه الدورة، دورة عربية الإسلام الثانية التي يعم فيها النور، نور الهدى والتوحيد العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم جميعا. متميز وإطلاع معرفي واسع، دعوه الله في موازين حسناته. فضل الدكتور طارق السويدان، تكريم الدكتور عدنان الضاهي.